معنوي الاتحاد ديما بالازرق السماوي ليس جلاسي ورا كل الكرات الطويله اللي تتعب في العمق. وهذه كره كيدي غلط مرميه والكره كره لرفيق كابو يفتتح النتيجه وخطا فادح في محور دفاع نادي رياضي الصفاقسي. الحقيقه لقطه اجملها وكيفاش يعني لم يعبر على فرحته وعلى سعادته رغم قيمه الهدف حافظ لانه طبعا لانه ربما القيمه الخاصه للهدف هذا وانه كان لاعب سابق في النادي رياضي الصفاقسي. هاو الاعاده ارجع على الكره وكان من المدافع كان انقذها الحارس اكيد دحمان ولكن في النهايه كان هدف اول للاتحاد الرياضي المونستيري. كان متمركز بشكل واضح امامكم الاعاده حافظ تميس يلعب بسرعه محمد بن علي عنده الكره امامه على اللاعب الياس جلاسي ولكن مقطوع عليه بالفعل. هو الياس جلاسي كان في البدايه عزيز الشتيوي وعلى العمري الكره رفيق كابو سرعه كالعاده كابو 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 والهدف الثاني رفيق كابو يسجل الهدف الثاني في مرمى نادي رياضي الصفاقسي. السي اس اس يعاني والاتحاد يمضي ولا يبالي. الحقيقه رفيق كابو اليوم هو نجم المباراه هو سلطان المباراه في شوطها الاول. نادي الصفاقسي بطء حقيقة في هذه اللقطة كان بطء كبير وكبير جدا حافظ من اللاعب حسام الدكدوك. يعني سرعة صحيح موجودة من رفيق كابو ولكن شوفوا البطء يعني هاو الإعادة شوفوا البطء يعني جاء من وراه ثم تجاوزوا ثم حط الكرة بكل سهولة. يعني بطء شديد يتحمل المسؤولية واضح جدا ولو أنه أشرنا وأشدنا كثيرا بالمردود المتميز لحسام الدكدوك ولكن في هذه اللقطة كان بطيء جدا. تدخل مرة أخرى الدفاع اللي كان يحكي عليه نزيه متمركز جيدا دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري والكرة مباشرة وحذاري من هاني عمامو والهدف الثالث وخطأ يعني جسيم كبير ياسر من هاني عمامو يلعب كرة قوية للحارس نتاعه أيمن دحمان والهدف الثالث من يبدو لي نفس اللاعب رفيق كابو. الهدف الثالث ياتي في 12 دقيقة يعني الدقيقة 57 في المباراة. شوفوا الإعادة بالراس يخرج الحارس وما كانش فما تفاهم الكرة كانت قوية ورفيق كابو يستغل العملية ويسجل الهدف الثالث دقيقة 57 في المباراة بخطأ مرة أخرى دفاعي نزيه بعد حسام